السلام عليكم. اليوم عندكم فيديو جديدة من جوتيا. اليوم راح نشري الطوموبيل. هذه هي Come to Uncle T. كان يحل الجراج نجيبها. إذا عجبكم الفيديو ديرو جيم بارطاجيو. نحطو هاذي هنايا. المهم هو الفيديو درت بدلت شخصية واش كانت فرانكلي. هاذيك هاذيك هاذي ماشي أغلى سيارة شريتها. هاي ليك هادو الطوموبيلات كلاسيكية هادو جامي شريتهم كي كنا نلعب. نجرو نسمعو الصوت. لا ماشي كيما تاع المرسيدس هاذي. صوم عبدينا. نحوس انا اقرب واحد. مكانش تاع تعديل قريب كاين بعد. هذه هي الطوموبيل من الداخل. هذه قبل التعديل. والله طاح مسكيتش مسكيتش نبدلها. هذه قبل التعديل. لاكي ميس. احسن سيارة لحد الان عدلتها هي هذيك المايبا هذيك اللي درتها في الحلقة الثالثة. شري كل شلون عليك ماما. شنو هذا؟ ايه هاد العفايش ما فهمش جدد. هذا طلع مغير في الطوموبيلات الكلاسيكية. اش بدل؟ باش ما ننساهاش. فهم جاية بواحد الطريقة. يا هذا جاي هذا نحو نحو ناخذها. ها نحو هذو نخليهم. خلاص كملنا التعديل.
افكر نروح نجربها. طومبيت الكلاسيكية هذا دايما يكون التعديل تاعهم فيه فلوس مليح. بس ما نجربو ولا يا شو طلع شوفوا شوفوا طوموبيل كابري. لي شوف هاد لي وصل هنا شوف هاد اللقطة تاع من كنت طوموبيل كابرات يكتب لي تحت في لي كومونت. شوف 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 هاي هاد الكاميرا نشرب بسرعة. معليش نفس انا فهمت لا الطريق مليح هذاك شوف الطريق فانس كيف صار الطوموبيل في الواقع شنو هي عرفتهاش وهذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم واذا عجبكم ديروا جيم بارطاجيو الفيديو والسلام عليكم.